جملة مبروك انت حامل جملة تتمنى اي زوجة مشتاقة انها تخلف تسمعها، ويعني بتفرح اي حد سواء اللي حملت بعد شهر او سواء اللي قعدت سنين طويلة يعني نفسها قوي تحمل وتخلف وتشيل ولادها. دكتور اسماعيل ابو الفتوح استشاري طب النساء والتوليد، اهلا بحضرتك معانا ومنورني. واحنا يا دكتور يعني لينا حلقات قديمه جدا يمكن من 2009 كنا بنطلع ونتكلم عن المواضيع دي. هل من 2009 لدلوقتي حصل تطور؟ يعني كنا بنتكلم نقول ان العلم تطور وكذا، وفوجئت لقيت انه خلاص مش 10 سنين تقريبا يعني عدوا. هل من ساعتها لدلوقتي تطور الموضوع ولا ستيل نفس البروتوكولات طبعا ونفس؟ بصي طبعا المواضيع بتتطور، في العلم بصفه عامه بيتطور، وبالذات في موضوع اللي هي الاخصاب المساعد، الاطفال الانابيب والحقن المجاري. يعني شهر عن شهر الامور بتتطور وبنلاقي في تقدمات عاليه جدا، في علاجات جديدة بتكتشف وفي بروتوكولات جديدة بتحصل، الحاجات دي كلها علشان خاطر بتزود النسب. يعني كل شوية نسب حدوث الحمل عن طريق الإخصاب المساعد واكتشاف ميديات جديدة واكتشاف حاجات جديدة بتساعد على زيادة فرص حدوث الحمل. يعني لو انت تتخيلي لو احنا نرجع شوية كده للماضي، خلينا نرجع قبل كده بشوية، ان اول طفلة اتولدت اللي هي لويز براون اتولدت 25 جولاي كان سنة 78 بالحقن المجهري. دي اول طفل باطفال انابيب، يعني كان اياميها لسه الحقن المجهري ما اتعملش. بعديها بسنة عندها 40 سنة دلوقتي. بالظبط 78 عندها 40 سنة دلوقتي. بعديها بشوية، بعديها بسنة اتولدت طفلة تانية، بعديها بسنة اتولدت في أمريكا تالت طفلة أطفال أنابيب، أستراليا كانت التانية التالتة. وقعدوا لمدة كذا يعني مثلا 3-4 سنين ما كانش فيه غير 15 طفل اللي اتولدوا عن طريق أطفال الأنابيب. حاليا في أكتر من 5 مليون طفل مولودين عن أطفال عن طريق الإخصاب المساعد وورد وايد، يعني فده حل مشاكل ناس كتيره جدا. 5 مليون طفل حل مشاكل ناس كتيره جدا ما كانش تتخيل انها ممكن يحصل عندها حمل بالطرق يعني بطرق الاخصاب المساعد. ده مصر منهم كام؟ مصر لا احنا مصر عندنا كتير جدا، احنا عندنا كويسة؟ طبعا احنا خلي بالك احنا اول مكان في الميدل ايست كله، في افريكا في افريقيا والميدل ايست عملنا فيه اطفال انابيب والحقن المجاري، كنا من زمان خالص. وعندنا دلوقتي الاف الاطفال اللي بيتولدوا كل سنه عن طريق يعني مصر الاخصاب المساعد. متطوره في الموضوع ده، متطوره جدا. احنا عن افريقيا عندنا نسب النجاح اللي موجوده في المراكز المصريه يعني انا مش بقول لك ان هي يعني عاليه جدا، بتناسب النسب العالميه وفي بعض المراكز بتفوق النسب العالميه كمان. فطبعا الكلام ده بدا من الاول خالص، لان في كان بدانا من سنه تقريبا 86 وفضلنا برضو في الاول خالص. طبعا نسب الحمل كانت قليله، وكانت حتى التكنيكات او التقنيات اللي بتتعمل كانت تقنيات غير اللي موجوده دلوقتي. مع التقدم كل شويه بدا يظهر تقدمات زياده لحد ما وصلنا للشكل النهائي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، اللي هو المراكز الاخصاب المساعد او مراكز اطفال الانابيب اللي موجوده بقت ليها شكل وبقت ليها هيئات في العالم كله. وده اللي زود فرص النجاح في كل حته. وهي في مصر يعني ماشيه بالتوازي مع اي تطور في العالم؟ مفيش هو موجود، مفيش بروسيجر، مفيش اي حاجه بتتعمل في الخارج ما بتعملش في مصر دلوقتي، بالذات في مجال الاطفال الانابيب والحقن المجاري. لدرجه ان احنا في ناس بيجوا لنا، لان الاسعار برضو في مصر طبعا اقل من الاسعار بره. فاحنا كتير جدا يعني انا حاليا بيجي لي ناس من امريكا وبيجوا ناس من كندا وناس من كل حته في العالم، اوروبا وكل حته في العالم، بيجوا يعملوا اطفال انابيب او الحقن المجاري في مصر علشان خاطر نسب النجاح عاليه جدا، وفي نفس الوقت التكلفه اقل بكتير قوي. اقل ده بتوصل للعشر في بعض الاوقات يعني. طبعا.